This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. لتخدير المواطنين، يعني هو ذر الرماد في العيون ومحاولة إقناع الشارع السوري والشعب السوري المتظاهر والثائر والمجتمع الدولي أيضا أن بشار الأسد هو شخص إصلاحي وأنه بدأ في الإصلاحات وأن هذه الإصلاحات بدأ تنفيذها حقيقة. المشكلة اليوم والخلاف في سوريا ليس على قانون الأحزاب ولا على قانون الإعلام ولا على أي قوانين أخرى ممكن تسنها السلطة في المستقبل. المشكلة هي بقاء الرئيس الأسد في سدة الرئاسة وبقاء قبول هذا النظام. ما هو اعتراضكم على هذا القانون أستاذ محمد؟ سيدتي المشكلة ليس في القانون، هذا ما أقوله، لن ندخل بتفاصيل ونغوص بتفاصيل القانون أولا، لكن إن دخلنا فيها يعني لغة القانون غامضة مبهمة مطاطة، يمكن استخدامها يعني مثلا استخدام أن يلتزموا بالقوانين حقوق الإنسان. هل تلتزم السلطات بقوانين حقوق الإنسان؟ بعدين لا يمكن مداهمة مقر الأحزاب واعتقال أشخاصها. يتم مداهمة مقر المحامين بالأمس واليوم، اليوم تم الاعتداء على المحامين في نقابة المحامين في قصر العدل في دمشق من قبل زملائهم ومن قبل بلطجية أتوا من خارج قصر العدل ولا يسمح لهم أصلا بدخول هذه القاعات وهي مغلقة على غير المحامين. هل يلتزم بقانون نقابة المحامين؟ أنتم ترون ترفضون مثل هذا القانون رفضا مبدئيا على اعتبار أن المشكلة ليست كامنة في قانون أو غيره وإنما في بقاء رأس النظام الرئيس الأسد أو بقاء النظام بالكيفية التي هو عليه الآن. ألا ترون في هذا القانون ربما حتى في البنود التي ذكرتموها متفضلين محاولة للنظام بإلزام نفسه بتغيير منهجه، ربما هو يريد العدول عن الحل الأمني القائم حاليا؟ لا سيدتي، المادة الثامنة من الدستور لا تزال موجودة وهي ليست موضوع الخلاف كما أشرت، بقاء الأسد هو موضوع الخلاف اليوم. القانون بمجمله فيه كلمات مغامضة مبهمة، مثلا التزام بوحدة الوطن، مراعاة النظام العام، ما هو النظام العام؟ أن لا يكون أي عضو في الحزب محكوم بجناية أو جنحة، 90% من المعارضة السورية محكومة بجنحة أو جناية تهن نفسية الأمة وضعف الشعور القومي. هناك كلمات مطاطة واستخدمت في السابق، لنا خبرة كبيرة مع هذا النظام، كيف فسرت هذه المصطلحات القانونية ضد المعارضين السياسيين وألقوا في السجن في محاكمات لم تكن عادلة. ثم أن القضاء السوري هو المرجع ليفصل في ذلك. كان لنا تجربة أخرى في محاولة تسجيل مراكز حقوقية ومنظمات حقوق إنسان من جمعية حقوق الإنسان ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ورفضت هذه الدعاوى أمام القضاء رغم أن النص القانوني كان جد واضح ولا يحمل أي تأويل. المشكلة هي الثقة في هذا النظام، والنظام يحاول كسب الوقت وكل هذه يعني الإجراءات التي يقوم بها، دعوات للحوار، إصدار بعض القوانين، إطلاق سراح بعض السجناء أحيانا، كلها هدفها إيقاف التظاهرات، وهذه التظاهرات لن تقف لأنها ليست المشكلة اليوم لا في هذه القوانين ولا في إصدار قانون الأحزاب أو الصحافة. المشكلة في بقاء هذا النظام والمنظومة الأمنية التي تعمل والقائمة عليه. ما أفهمه من كلامكم أستاذ محمد العبد الله وصححني إن كنت مخطئ أنه لا مجال للحوار بشأن هذا القانون لأنه لا مجال للحوار بشأن بقاء النظام، هل ما فهمته صواب؟ هذا صحيح، إن كانت هناك أهداف للحوار وإن كان نظام جاد في الحوار عليه أولا أن يسحب الدبابات والمدرعات من الشوارع ويطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويسمح بالتظاهر السلمي دون الحصول على رخص مسبقة، عندها سيتم هناك التفاوض مع النظام على طريقة رحيله والانتقال بالبلاد إلى نظام ديمقراطي بعد هذا الاستبداد الذي دام لخمسة عقود. لكن أن يبقى يعني يتم مداهمة البيوت واختطاف الناس بهذه الطريقة والاعتداء على المحامين واختطاف الناس، لدينا أكثر من 119 شهيد من الأطفال دون 18، ويتم الحديث عن قانون الأحزاب، يعني الحكومة ما تسخر منا في هذه الورقة التي أصدرتها وهي غير مقبولة بتاتا. طيب إذا حدث وأن تم التصويت على مشروع هكذا قانون وتم يعني الإقرار بهذا القانون والمصادقة عليه، هل تتجمع مثلا اللجان التنسيقية في أرجاء سوريا لتشكيل حزب؟ هل تنتوون خوض العمل السياسي السوري إذا ما بقيت الأوضاع على ما هي عليه ولم يتسنى أو لم يتحقق أن يرحل هذا النظام؟ نعم، أولا من سيصوت على هذا القانون أو مشروع القانون؟ البرلمان الذي هتف وصفق لبشار الأسد عندما أعلن الحرب على الشعب السوري، البرلمان الذي أحد أعضائه خالد العبود الذي يصف المتظاهرين بالحثالات والقتلة والمجرمين، لا نقبل مثل هذا التصويت لأن هذا البرلمان لا يمثل الشعب السوري بعد اليوم، ونزعت شرعية النظام عندما زحفت الملايين إلى الشارع وهتفت بسقوط شرعية النظام، ويعني لجان التنسيق المحلية ولا أعتقد أي معارضة حتى حزبية وتقليدية ستخوض العمل السياسي تحت هذا النظام القائم وتحت سقف وجود هذا النظام. شكرا جزيلا للسيد محمد عبد الله الناطق الإعلامي باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا المنضم إلينا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أرجأت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العدل وستة من كبار مساعديه إلى سي برهاتس also. Only 22 days passed, and then...